احنا ما عندناش بنات للزواج يا شيخ بكري. ابعت يا بكري مرسال للحمايدة وقول لهم طلبكم مرفوض. ده آخرة حديدكم؟ ما تتكلم يا عمدة. المسألة مش محتاجة كلام يا بكري. انت كان لازم أن ترفض، مش تقول يا شاور ناسي. ايه احنا هننسى اللي جرى ياك؟ طيب شكرا يا عرب البلاد. طب اسمعوا حديثي بقى، انا بنتي هتتجوز شادلي ابه الباوي، وافقته يبقى ناس يكبروا بيا قدام الناس. ونصممنا على رفضنا يا بكري. انا طيب صح، لكن حاجه تخص بنتي هشطب على طيبه قلبي وهبقى بكري تاني. انا هوافق على جيزه بنتي من شادلي، وهعمل قدام الناس اني ماليش ناس زي فرع واتكسر من شجرة ناشفة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.